بكم من جديد. لا يختلف اثنان على فوائد الرقية الشرعية الصحية وحتى النفسية، ولكن جدلا كبير يدور حول رقية الرجل للمرأة ومدى شرعيته، مما أدى إلى انتشار رقيات شرعيات في السعودية. ما مدى ثقة المرضى بأدائهن، وما هي نظرة الدين لهن، وغيرها من الأسئلة تطرحها زميلتي خلود في جدة. إليك يا خلود. شكرا لك ميسا. بالفعل مشاهدي الكرام، الرقية الشرعية سنة نبوية مؤكدة، يمكن أن نجربها على أنفسنا أو على أهالينا أو حتى على الآخرين. لكن انحسار المعرفة بالجوانب الدينية فيما يتعلق بالعين، بالسحر أو بالمس أو إلى آخره من هذه الأمراض، أخرج لنا ما نسميهم بالمتخصصين في عالم الرقية الشرعية، ومن ضمنهم السيدات. احنا موضوعنا كبير ومتشعب وعميق، هنتحدث عنه، لكن خلينا اول شيء نروح لاستطلاع راي حول تجربه بعض السيدات بالرقيه الشرعيه، وللحديث بقيه نشوفوا سوا. لا ابدا، لان هيدا ايمان وشيء يعني روحانيات بيني وبين رب العالمين، ما بستغل. انا بقرا لحالي. انا اسمع الناس ان هم يقولوا يستعملوا الرقيه الشرعيه، بس انا ما عم استعملتها. نعم، يعني مو عشان شيء، بس يعني هي رقيه شرعيه مذكوره في القران، يعني ذكر الرسول، يعني كلام ايات الله، يعني مو شيء. اول ما تصحي انت تقولي الاذكار خلاص، يعني انه انت رقيتي نفسك، انت لبستي وخارجه مثلا زواج ولا عزيمه ولا كذا، انه خلاص انا ارقي نفسي، خلاص ما له داعي اروح. تحصين اليومي، واذا احتاج في يوم من الايام لرقيه شرعيه ما في اي مشكله، ممكن اروح بس عند انسان موثوق منه، مش زي الدجالين تبعون الايام هذه. الرقيه الشرعيه لازم، يعني طبيعي نستخدمها في حياتنا، بس بنفسنا، يعني لانه الافضل انه الواحد يرقي نفسه بنفسه. لا الحقيقه لا، لاني انا على طول بقرا قران وبحس براحة نفسية جدا، ودايما دايما بحصن نفسي أنا وأولادي وبنتي وكده وبس، لأني ما ضدها أصلا أنا، وما أرتاح لها الأشياء، يعني ما فكرت يوم من الأيام أني أروح الشيخ، حتى لو يوم من الأيام حسيت أني مريضة أو أني أحتاج شيخ ما راح أروح. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا التقرير والحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدني أن أرحب بضيفي، ضيف سيدتي بالاستوديو معنا اليوم، الشيخ محمد الفلقي، وهو راقي شرعي. يسعد مساك. الله يمسيكم بالخير والعافية، وأنا شاكر لكم هذا الحلقة، وشاكر لكم هالبرنامج اللي اخترتوه في وقت نحتاج إليه كثيرا. نعم، شكرا لك. بداية احنا بنتكلم عن الرقية الشرعية، حضرتك بتلاحظ انه الرقية الشرعية، موضوع الرقية الشرعية قلب شوية لتجارة، كيف؟ انه بعض الاحيان بيكون القارئ ده احسن من القارئ ده، وقراءة الشيخ ده اقوى من الشيخ ده، بالاضافة الى احيانا بيكونوا بعض السيدات او العوائل عموما بشكل عام بيروحوا لبعض العيادات وبيدفعوا مبالغ كبيرة بالساعة لدى الشخص اللي بيرقي لهم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إني لأرجو الله عز وجل أن يجعل في هذه الدقائق منفعة للبلاد وللعباد وللناس للاستفادة من هذه. ولا شك أن موضوع الرقية الآن أصبحت جلها إلا ما رحم الله تجارة، لأن ليس لدينا ضوابط محددة في مسألة الرقية الشرعية وإن يتوجهون الناس ولمن يذهبون إلى شخص فلان وإلى شخص فلان، فأصبح كل شخص الآن يضع له رسوم ويضع له عيادة ويضع له استراحة ويضع له مكان يحدد فيه للناس مواعيد وزيارات وما شابه ذلك، وأصبح الموضوع مفتوح على الأبواب. يعني نقول بكل صراحة، وأنا ناقشت الموضوع هذا سابقا في قنوات متعددة، مسألة الرقية تحتاج إلى ضبط وإلى إعادة نظر في واقع نعيشه اليوم. طيب بوجهة نظرك، يعني هناك العديد من الفئات تلجأ للرقية الشرعية بشكل كبير وشديد جدا، ما هي أكثر هذه الفئات والشرائح؟ بالإضافة هل هم رجال أم سيدات؟ هو موضوع اللجوء إلى الرقية هو من نعم الله عز وجل علينا في هذا الدين وفي هذا الإسلام وفي ديننا الحنيف، أن الرقية معنا في حياتنا جميعا، في صلواتنا، في قرآننا، في أذكارنا، في تسبيحاتنا، كل واحد يستطيع أن يقرأ عن نفسه وأن يقرأ يرقي نفسه ما شابه ذلك. ولكن الواقع الآن أن أصبح هناك وهم
زائد عند كثير من الناس في موضوع العين والحسد والسحر والمس وما شابه ذلك. حتى الإنسان مجرد أن يلم بأي إلمام ولا شيء مباشرة تخيل عقله أنه عين ولا سحر ولا حسد ولا مس. ولهذا تجدني أنا راقي لي 15 سنة في الرقية وأقرأ الناس ولدي حصيلة كاملة بفضل الله في مسألة الوهم، بل أنني عددت في بعض اللقاءات وفي بعض البرامج أن 80% من الذين يراجعون مراكز ذوقي إنما فيهم وهم. الرقية واردة ونحن نحتاج إلى رقية العين والحسد والسحر والمس، وهي ثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكرها الإنسان جاحد. لكن الوهم اللي حصل الآن وضع النساء وخاصة زي ما ذكرتي أكثر رواد الرقية، أكثر رواد الرقية هم السيدات. المرأة تعاني ضغوط أسرية، تعاني عنف أسري، تعاني مشاكل زوجية، فتولدت المشكلة الداخلية عندها إلى الوضع اللي حصل الآن إن خلاص أصبحت في أزمة نفسية تحتاج إلى من يقرأ القرآن، إلى من يذكر بالله عز وجل، أو أنها تتوجه إلى العيادات النفسية. وأنا من الناس اللي دائما أجمع ما بين العلاج بالرقية والعلاج بالوضع النفسي. طب شيخ، مين المسؤول عن هذا الموضوع؟ هل هو يعني المجتمع أو السيدات اللي هم بيعانوا من هذا المرض أي كان نوعه، أم الراقي الشرعي اللي هو بيوهم أنه هو عنده العصا السحرية للعلاج؟ ثقافة مجتمع. للأسف أنك تجد حتى أناس في الثقافة يعني أصبح عنده هاجس العين والحسد والسحر. أما مسألة الرقاة فالرقاة لهم سبب كبير جدا، وأنا راقي، أنا لا أخرج نفسي من المسؤولية، أنا من ضمن الكوكبة. بل نحن بعض الرقاة أوهمنا الناس ودخلنا في دوامة هذا فيك عين وهذا فيك سحر وهذا فيك حسد وهذا فيك مس من غير أي دليل. وأصبح المريض يتمسك بأي حاجة تقول بس. فمجرد أن تقول عين حسد أصبح عنده وهم، ناهيك عن الزيارات والذهاب وضرب آلاف الكيلومترات التوجه إلى شخص فلان وإلى شيخ فلان، وأصبح التعلق بالناس عفوا أصبح التعلق بالرقى أكثر من التعلق بالله عز وجل. وهذه مسألة عقدية نحتاج اليوم أن نصحح عقيدتنا. ولو كان هناك متسع من الوقت أو مستقبلا نحدد الطريقة للرقية الشرعية كيف الإنسان هو يقرأ على نفسه لتكون أنت الراقي، لتكوني أنت الراقية. طيب أنا معك، لكن خلينا نسأل سؤال من جهة أخرى برضو. إحنا حابين نعرف هناك راقي رجل وراقية امرأة، إيش الفرق بيناتهم كم امرأة ترقي تلقي الرقية الشرعية وبين الرجل؟ أنا من الناس الذي أؤيد وأتمنى ولدي رقبة أكيدة كبيرة جدا بعد أن عاصرت موضوع الرقية، أنا أتمنى أن يكون هناك راقيات، امرأة تقرأ على امرأة. الآن جل الذين يأتون إلى الرقى هم من السيدات، أحيانا قد تكون من غير محرم، أحيانا قد تكون المرأة عورة، أحيانا قد تكون تعاني مشكلة أسرية، أحيانا قد تكون ما يساعدنا في الأسرة أحد يتوجه معها، فتضطر احيانا انها تعاني للذهاب الى الراقي او ما شابه ذلك، او تتصل بشخص يقرا عليها من غير يعني محرم وما شابه ذلك. وجود المراه الراقيه المتعلمه الفاهمه الواعيه التي لديها ادراك والمام بموضوع الرقيه الشرعيه لا باس في ذلك في ضوابط الشرع وفي ضوابط النواحي الشرعيه، بس بشرط إنها لا تدخل في دوامة بعد. احنا نحارب الآن موضوع لا تعلق الناس بها، والله راجعوني مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وخذوا الأعشاب هذه وخذوا العلاج هذه. يكفينا من السيدة أو الراقية اللي تقرأ أن تقرأ آيات من كتاب الله لتستفيد منها هذه المريضة. شيخ شكرا لرأيك، احنا حنروح كمان نسمع رأي شرعي آخر بموضوع ممارسة المرأة للرقية الشرعية، نشوف في هذا التقرير. الرقية الشرعية من الأمور التي جاءت بها الشريعة وحث عليها ديننا العظيم، حيث أن الإنسان قد يحتاج إلى ذلك، فلا بد أن يستحضر أمورا في هذا الأمر العظيم. أول الأمر الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى، ولا يكون هذه الرقية من باب التجربة، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه سبحانه وتعالى هذا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فهو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من اليقين، يكون هناك يقين أن هذا القرآن ليس للتجربة وأن هذه الرقية الشرعية ليست للتجربة، إنما هي شفاء بأمر الله سبحانه وتعالى متى اعتقدنا الاعتقاد الصحيح فيها. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها الناس اليوم أن الرقية أفضل ما تكون من الشخص نفسه لنفسه، يعني المرأة لنفسها أن ترقي نفسها ترقي أبنائها هذا أفضل، أما أن تأتي بمن يرقيها أو يقرأ عليها
فهذا ليس كالشخص لما يباشر حالته بنفسه، لأن الله جل وعلا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله جل وعلا لما يلجأ إليه صاحب الحاجة بالصدق يستجيب الله جل وعلا، ليس كذاك الذي كان يقرأ للناس عامة أو يعني عرف بهذا الأمر. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي لها، ينبغي أن يكون المسلم على حرص والمسلم على حرص على ألا يكون هذا الباب مفتوحا لكل إنسان. فاليوم كثر الرقاة وكثر الدعاة إلى الرقية الشرعية والذين فتحوا الأماكن وخصصوا لها، هذا الباب إذا فتح بهذه الطريقة دون رقيب ولا حسيب يخشى منه. واليوم كثير من الناس دخلاء على هذا الباب ودخلاء على هذه الرقية الشرعية، فأصبحت كلمة الشرعية توضع في كل مكان وهي في غير محلها. فذاك يستخدم ربما طلاسم وأحجبة وربما كلام ما أنزل الله به من سلطان، ثم يقول هي رقية شرعية من باب أن يعني يمشي كما يقولون سوقه. فينبغي الحذر من هؤلاء. ثم أيضا على الرقاء يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلقوا الناس بالله، لا يعلقوهم بأنفسهم. اليوم أصبح الراقي يعلق الناس بنفسه، فيقرأ فيستجيب هذا المريض أو يكون فيه شيء من العافية أو الشفاء، فيقول له تأتيني المرة والثانية، بدل أن يعلقه بالله إلجأ إلى الله بالصدق، أقبل على الله بالصدق. ثم أيضا نقول لهؤلاء الرقاة من الرجال أو النساء، نقول لهم أيضا اتقوا الله سبحانه وتعالى، لا تخوفوا الناس. إذا مشاهدين الكرام تابعنا هذا التقرير، وبالعودة مرة أخرى لضيفنا في الاستوديو الشيخ محمد، أهلا بك مرة أخرى. وحابين نعرف من حضرتك، كالعادة هناك مجالس تحدث فيها راقي شرعي ومجموعة من السيدات، هذا أمر معتاد عليه، إيش أكثر الأخطاء اللي بتلاحظ أو موجودة في هذه المجالس؟ هو المجالس اللي تذكرونها الآن هي تسمى القراءة الجماعية أو الرقية الجماعية، يعني أن الشيء الراقي يجمع له 10-20 من السيدات من النساء في مكان واحد ويبدأ يقرأ عليهم بالميكروفون وبالجهاز. وبالنسبة لي أنا كرأي أنا أنكر هذه ولا أحبذها أبدا، لها أضرار كثيرة. أولا أن تجد كثير من السيدات مجرد أن يقرأ على امرأة أو مجموعة من النساء فتنصرع امرأة من الحضور، يبدأ الباقي جبليا خوف نفسيا خوف. تبدا كثر منه حتقته ما فيها ولا شيء، تبدا تنصرع بجوارها الثانيه والثالثه والرابعه. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان احيانا قد يحضر الانسان بمريض معه، امراه او مجموعه نساء فيهم مريض او مريضه أو مجموعه من المرضى. مجرد احيانا اذا كان في مس وفي تلبس، وهنا مساله خلاف بين التلبس والمس ومساله خلافيه يمكن مجال لا يوفينا بذكرها. نعم. فتاتي بعض قد يكون فيها تلبس او فيها مس فينتقل مباشره من المريضه هذه في الشخص الاخر. نعم. حضرتك تمنيت ان يكون هناك راقيات شرعيات في هذا المجال. احنا اليوم معنا في عبر الهاتف ام بدر وهي راقيه شرعيه. السلام عليكم ام بدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا حياك الله. بدر تسمعيني؟ اي نعم حياكم الله. يا ريت من عندنا بالاستوديو على الصوت شوي عشان نقدر نسمعها كمان. ام بدر بداية انت راقية شرعية بتقرأي على الناس، في حالات كثيرة بتيجي عندك، حالات صعبة وحالات متوسطة وحالات خفيفة، أباك تعطيني ايش اصعب الحالات اللي بتيجي عندك؟ والله أنا أختك الحالات اللي تجيني حالات كثيرة والحمد لله. يعني علي الصوت يعني أخذ أنا بعبر الاعتبار أنا إنسانة أحب الخير لكل الناس، وفي نفس الوقت لما أقرأ على أي مريضة أنا أشيل همها، أبعد شايل همها لين تشفى بإذن الله. فسبحان الله أصعب الحالات اللي مرت علي حالة مريضة كانت عندها مس وحتى دعين ونفس وسحر. طيب انت كان عليها حراس، يعني هذا كان عليها حراس من سحرها، كان في خدم جن. انت تقصد حراس يعني من خدم يعني جن داخل. نعم. فاستشرت بحالتها، هي اول حاله انا مسكتها رقيه صراحه واصعب حاله.
فلما بديت اقرا عليها استشرت بعض المشايخ اللي يعرفون الرقيه، فقالوا لي ننصحك بالابتعاد عنها، هذه الانسانه على حراسه وسحرها قوي يعني، وما ننصحك لانك امراه وانت ضعيفه وتتعرض للاذى وكذا. فانا حسيت ان هذه الانسانه يعني اذا تفوق عنها يعني تكون. قدرت تعالجيها يوم بدر؟ نفس الوقت ما حبيت اتركها. قدرت تعالجيها؟ ايوه عالجتها، رحت البيت عندها اول ما بدأت اقرا، حذف على الطاقه على المكيف يعني فوق الخيال، فوق ما تتصورين. طيب ام بدر، استعنت بالله سبحانه وتعالى وتوكلت على الله وبديت اقرا عليها واعطيها زيت وماء، وبدات تبخر بيتها برضه ببعض الاعشاب مثل الحلزيت بس. فسبحان الله عشان يطردون الخادم، في خدم في البيت، في خدم، في حراس. فجبت لها الشيخ ناصر العسكري، اذا تسمعين بالشيخ راسي معروف، قرا عليها مره وراح يعني ما عاد رجع لها. وجبت لها مشايخ اربعه من المشايخ، يعني انا ارسلت عليهم مشايخ، قلت لاني انا توني باديه في الرقيه ماني عارفه الحاله، ابغاكم تساعدوني في العلاج. يعطيك العافيه ام بدر، وشكرا لافادتك معنا في البرنامج، شكرا لك. ايوه شكرا لك، حياك الله. مرة ثانية شيخ محمد، هذه كانت يعني تجربة أم بدر. إحنا حابين نعرف من حضرتك كمان شغلة مهمة جدا، متى نعرف إحنا أنفسنا، متى نعرف أنه لازم بالوقت نلجأ لرقية شرعية؟ مو موضوع متى لازم نعرف نلجأ إلى الرقية الشرعية، متى نحن نعرف أن نكون مع الله أصلا قبل أن تصيبنا العين والحسد. يعني كثرة العين والحسد والمشاكل هذه بسبب البعد عن الله عز وجل. الإنسان بعيد في صلاته في قرآنه في ذكره، فيتخبط به الشيطان. أما موضوع الرقية فالحمد لله، من صلى الفجر في جماعة ففي ذمة الله حتى يمسي. من أتى بأذكار الصباح والمساء فهي رقية. من ذكر الله في ولا يزول لسانك رطبا بذكر الله فهي رقية. فأنا دائما أقول للناس استعينوا بالله واقرأوا على أنفسكم. الواحد يقرأ على نفسه، السيد تقرأ على نفسه. إيش الفرق أنك أنت ما تقرأ على نفسك وعلى زوجك وعلى أولادك وعلى بناتك؟ إيش المشكلة؟ لابد يكون عندنا يقين وعندنا يعني ثقة. هي المشكلة مجرد يقين أو مجرد هاجس؟ أي هاجس فقط لا غير. أما موضوع ما سمعته من الأخت اللي تقول في حراس وما شبه ذلك، يا جماعة القرآن له تأثير عظيم. من صدق مع الله في الأخذ بالقرآن وفي الاستشفاء بالقرآن، والله لا يقدر عليه لا حارس من الجن ولا غير الجن. ثم إننا لا نعمق المسألة، لا نوسع. يعني بعض السيدات تقول ولا بعض المشايخ ولا القراء، والله فيك 70 من الجن، فيك 70 من الحارس، فيبدأ الإنسان في دوامة. صحيح. وإيش هل الجن اللي في الإنسان وصل للمرحلة هذه عندنا؟ يعني أنا وأنتوا الثالث فينا 70 و80، إيش المقدرة عندنا بعد ذلك نقدر نتحرك؟ يا سيدي ما في له قرين واحد. نعم. الله عز وجل قال قرينه هو الشيطان الذي مع الإنسان. أما إن دخلنا سيقول والله فيك 70 وفيك 80 وفيك 90، هذه أمور أنا ما أدري من أين أتت أصلاً. نعم. المسألة تحتاج إلى إعادة نظر. أوصي نفسي وإياكم والأخوات والمشاهدين والمشاهدات بالقرب من الله عز وجل والالتجاء إلى الله، ثم البحث عمن نثق في قراءته. لا نتوجه إلى أبو فلان ولا أم فلان ولا أبو كذا من غير ما نعرف منهج الشخص. ولا زلت أكرر، أتمنى أن تكون هناك سيدات وأخوات يقرأنا بس في ضوء الحدود الشرعية والمسائل الشرعية، ولا ندخل الناس في دوامة الوهم. احنا شيخ محمد احنا موضوعنا طويل وعميق وله جوانب كثير خفيه جدا وطويل جدا، وان شاء الله حناخذه في فقرات اخرى وحلقات اخرى. يعطيك الف عافيه وشكرا للنصائح. شكرا لك. انا اشكركم واتمنى ان شاء الله ان احنا قدمنا ولو شيء بسيط، مع زي ما ذكرتي ان الموضوع طويل جدا، لكن انت ايتها الاخت اقراي على نفسك، لا تحتاج تذهبين لاحد. وانت ايها الاخ اقرا على نفسك وان شاء الله ما تحتاجون لاي راقي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. إذن شكرا لك شيخ محمد. الله يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقرة اسمحوا لنا أن ننتقل إلى فاصل قصير ونعود باقي فقرات سيدتي، خليكم معنا.